أعلنت وزارة الصحة أن عدد المتطوعين للتجارب السريرية للقاح كورونا بلغ 6700 متطوع. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة منال العلوي، الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة. دكتورة منال، مساء الخير، وكيف تقيمون هذا الإقبال من المواطنين والمقيمين على التطوع في التجارب السريرية؟ مساء الخير، ونرحب بالمشاهدين الكرام، نشكركم على إتاحة الوقت المداخلة. طبعا مشاركة 6700 متطوع في وقت قياسي يؤكد بلا شك الحس الوطني وروح المسؤولية اللي يتسم فيها الجميع في هذا الظروف، ولله الحمد. تشكل المشاركة في التجارب السريرية طبعا مساهمة فاعلة من مملكة البحرين في الجهود الإنسانية للتخلص من هاي الجائحة، ونوجه الشكر لكافة المتطوعين من أجل الإنسانية اللي بادروا بالتطوع، فبتطوعهم تركوا بصمة في مجال البحوث الطبية بما يسهم في التطوير والتحسين المستمر من أجل البشرية. ستتم متابعة كافة المتطوعين بإذن الله على مدى 12 شهر من قبل الفريق الطبي، ونجدد الدعوة للجميع للتطوع في هذه التجارب، حيث يمكن للراغبين في التطوع والبالغين من العمر فوق 18 عام التوجه مباشرة لقاعة رقم 4 بمركز التجارب السريرية في أرض المعارض والمؤتمرات. وطبعا تفتح أوقات العمل فيها من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء يوميا. نعم، الدكتورة منال العلوي، الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.